أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر الذي قدمناه متأخرا قليلا، ونعتذر لمشاهدي الكرام عن هذا التأخر. حقوق الإنسان ورقة تثيرها الجزائر كلما سنحت الفرصة للتمويه عن مشاكلها الداخلية، والتي ترى منظمات حقوقية وفي سابقة بأنها الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي تمنع دخول منظمات حقوقية غير حكومية إلى أراضيها. ذلك ما صرح به مسؤول هيومن رايتس ووتش بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإحدى الصحف الجزائرية. المزيد في تقرير لفاتحة لمين. إيريك جولدسون مدير فرع هيومن رايتس ووتش لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط: خطأ انتخاب الجزائر عضوا بمجلس حقوق الإنسان، خطأ أن تكون دولة لا تعترف بالمنظمات الحقوقية على أراضيها عضوا بالمجلس. في حوار له مع صحيفة الوطن الجزائرية يؤكد الرجل منع الأخيرة دخول المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أراضيها، وبقدرة قادر تنتخب إلى جانب أعرق الديمقراطيات. طريف أن يتحدث النظام الجزائري عن حقوق الإنسان هنا وهناك، وليس لديه أدنى حد من الاهتمام بحقوق الجزائريين في ثرواتهم. النفط والفقر، الغاز والفساد، رقمان في معادلة النظام، حلهما صعب وإن على المدى البعيد. فليس مبالغة بأن يشكل الأسودين نعمتين ابتلى الجزائريون منهما بنقمتين: فقر وفساد استثمر بأشكال ونسب مخيفة في بلد يسبح فوق ثروة واحتياطات كبيرة من الذهب الأسود، نظام سياسي اعتمد أبجدية ضيقة، وارتأى توظيف حقوق الإنسان تمويها على فشله الداخلي. الثروة النفطية كانت ولا زالت ضحية سياسية فاسدة أرخت ظلالها على المستوى المتدني للخدمات، واستثمار عائداتها في صناديق تمول بها حركات متهمة بالإجرام. تصريح إيريك جولدسون قد يكون بداية لتصحيح مسار المنظمة بالمنطقة، والتي أبت طوال السنوات الماضية معاكسة النظام الجزائري. لا غرابة في الموضوع ما دام المغرب لم يترك ثغرة للمعاكسة باستثماره المليارات بالصحراء، بينة على من ادعى استثمارات تفوق العائدات وتضع الجارة في موقف الحرج. 18 نوفمبر: من الاستقلال الوطني إلى تثبيت الوحدة الترابية، عنوان الندوة العلمية التي نظمتها بالرباط المندوبية السامية لأعضاء المقاومة وجيش التحرير. الندوة توقفت عند المحطات البطولية لمعارك الوحدة والاستقلال التي خاضها على مراحل الشعب المغربي. محمد الوهيبي ومحمد فاضل أبو الحسن. الاحتفال بالذكرى 58 لذكرى عيد الاستقلال هو احتفال كما جاء في كلمة السيد مصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بأيام مجيدة ثلاثة: يوم عودة جلالة المغفور له محمد الخامس، وعيد الانبعاث، وعيد الاستقلال. الاحتفاء هذه السنة يتميز بأجواء التعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة دفاعا عن الوحدة الترابية وتثبيت المكاسب الوطنية، وهو السياق الذي استحضرته المندوبية السامية لتنظيم هذه الندوة. احتضرنا هذه السنة باش يكون موضوع ديال هذه الندوة العلمية، وهي احدى الأنشطة المنظمة بالمناسبة، يكون الموضوع ديالها يتعلق بالارتباط ما بين الاستقلال الوطني وتثبيت الوحدة الترابية. ومن ثم فإن هذا الاختيار كيجسد العلاقة الوطيدة ما بين مطلب الاستقلال والمطلب ديال توحيد الوطن اللي كان عمل المستعمر على تجزئته وتقسيمه إلى مناطق نفوذ. الاحتفال بهذه الذكرى البالغة الأهمية يستوجب استحضار العبر والدروس واستلهام المعاني وترسيخ الالتزام بالقيم المثلى المتأصلة التي ميزت وتميز أبناء الوطن الواحد. 12 قرن علينا المملكة المغربية ما قط انشئ من هون من كناس إلى قوير. هذه الحالة ضربتها هي اللي فينا من أجلها، وهي اللي كنا نكافحوا من أجلها، وهي الميزان من أجلها، لأن اللي همنا صحراء بالإكمال أصلها مغربية وتصورة مغربية. ثانيا نرى أن جنود متجندين ورجالات محمد السادس
نموت بها ونحيا عليها، والصحراء المغربية اللي تقدر تعيش به وتستقر به وتهلى به، وهو الحكم الذاتي. الحدث العظيم الذي يشكل وحدة النضال المستمر للمغاربة ضد مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، وهو الحدث الذي شكل مناسبة لتكريم صفوة من المنتمين لأسرة المقاومة وأفراد عائلاتهم. يشارك وفد رسمي يترأسه رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران بالكويت في القمة العربية الإفريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت، قمة ستناقش مواضيع تتعلق بالسلم والأمن بالقارة الإفريقية وتوسيع الشراكة الاقتصادية والتنموية. سالك رحال والتقرير. رغبة في تعزيز التعاون اقتصاديا وتجاريا وثقافيا، رغبة عكست هذه المباحثات التي تأخذ في عين الاعتبار أهمية التعاون السياسي بين دول الجنوب مع الحفاظ على أسس استقرار القارة الإفريقية. للمغرب أثر كبير في السودان من ناحية نشر العلم والفقه وكل مجالات التدريب والتأهيل، ويعني بيننا علاقات ثقافية كبيرة جدا ومتنامية. الآن بدأت علاقات في مجال الاقتصاد، شركات مغربية الآن تستثمر في السودان وهي استثمارات ناجحة جدا وتسير بخطى جيدة. نتابع أيضا استكمال التعاون في مجالات الزراعة وفي مجالات التعدين، ويعني مثل هذا اللقاء يساعد أكثر في إنعاش ذاكرتنا في هذه المسائل وتحريك الجوانب التي تحتاج إلى دفع المسؤولين. المغرب هو رائد حاليا في المنطقة من ناحية عدة ميادين، أولا الميادين الإنسانية، وثانيا الميادين الاقتصادية، وثالثا أيضا الميادين السياسية. طلبات عدة وتجاوب كبير وجد إيجابي مع التجارب المغربية الناجحة، تجاوب أيضا لتقريب الآراء السياسية، تجاوب أيضا لتقريب ثقافات ما بين سواء الثقافة المغربية أو الثقافات الإفريقية الأخرى. التحديات التي تواجه القارة الإفريقية كثيرة ومتعددة، واقع يحتم على مكوناتها التكامل وفق خطط تؤدي إلى النهوض بوضع القارة السمراء وفق تقوية الشراكة العربية الإفريقية. في سياق آخر، وبقليميم تم اليوم تخليد ذكرى عيد الاستقلال المجيد، وذلك بتدشين وإعطاء الانطلاقة لبعض الأوراش والمشاريع بالمدينة. رصد لهذه الأنشطة في متابعة حاتم حضار وخالد تريكسي. أنشطة مخلدة لذكرى 58 لعيد الاستقلال المجيد استهلت بقليميم بتحية العلم الوطني بساحة القسمة. بعد ذلك أشرف الوفد الرسمي على تسليم عدة شاحنات جديدة مخصصة لنقل اللحوم، وبمقر جهة قليم مسمرة جرى تقديم برنامج أشغال تهيئة مقر الكتابة العامة لجهة قليم مسمرة، ثم وضع الحجر الأساس لبناء قاعة للاجتماعات بنفس المقر. مشاركة البرنامج في اقتناء الشاحنات الهدف إيصال خدمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين من خلال الجودة، من خلال المدينة عرفت توسع، عرفت نهضة كبيرة من الناحية العمرانية، وبالتالي لازم مواكبتها أيضا بمجموعة من الخدمات اللي تكون فيها إفادة. وشركنا الأساسي هو بلدية قليميم، هي في نفس الوقت من مرتبطة بأوراش كبرى، وتبنت الفكرة أيضا من حيث التسيير ومن حيث عملية الصيانة. وبعد الاستماع إلى كلمة المندوبية الجهوية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بهذه المناسبة، دشن الوفد الرسمي مقرا إداريا للسلطة المحلية حفل تدشين آخر هم بناية دار الطالبة بحي القدس بالمدينة. تتشرف جمعية الخير لكفالة اليتيم أن تسير هذا المرفق الاجتماعي دار الطالبة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وفي مستوى ثقتهم في هذا العمل الخيري النبيل الذي يستهدف يعني إيواء طالبات في وضعية صعبة وطاقة الاستيعابية حوالي 40 سريرا. سنخلد اليوم ذكرى من أعز الذكريات الوطنية، ألا وهي تخليد ذكرى الأعياد المجيدة الثلاث اللي تنختزلها في عيد الاستقلال. هي مناسبة باش نوصلوا للأجيال الصاعدة
المجهود والنضال المرير اللي قدمه الشعب المغربي يبان في فترة الكفاح الوطني من اجل استكمال من اجل الاستقلال واستكمال الوحده الترابيه. وايضا باش نبلغوا التلاحم الوثيق بين العرش والشعب من اجل استقلال البلاد. انشطه إذن وفعاليات مخلده لهذه الذكرى المجيده، ذكرى وطنيه خالده يستحضر من خلالها المغاربه انتصارات الشعب والعرش في معركه نضال طويله احققت الحريه والكرامه واستشرفت مستقبلا واعدا. تتواصل سلسلة الأوراش التنموية بجهة وادي الذهب القوارة والمخلدة للذكرى 58 لعيد الاستقلال المجيد، حيث وقف والي الجهة رفقة الوفد الرسمي على مشروع تهيئة المحيط الغابوي للتاورطة، مشروع كلف ما يزيد عن 1,010,000 درهم. سلك زبير محمد يدس. والي جهة وادي الذهب القوارة رفقة الوفد الرسمي لحظة وقوفه على أشغال تهيئة المحيط الغابوي الترفيهي تورطة 3 بمنطقة يوم لبير بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد. مشروع يقع على مساحة 8 هكتارات يهدف إلى إحداث فضاء استجمام لساكنة مدينة الداخلة. المشروع الذي كلف ما يناهز 2,100,000 درهم يضم كافة التجهيزات من وسائل حفظ البيئة وقنوات السقي ومسالك لولوج الغابة ومختلف أنواع التجهيزات الأخرى الهادفة إلى ضمان راحة المرتادين للفضاء العمومي. فضاء بيئي حضري يأتي في إطار اتفاقية شراكة بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمجلس الجهوي والمجلس الإقليمي والمجلس البلدي وكتابة الدولة للماء والبيئة. أعطينا انطلاق مجموعة من الأشغال، منهم صيانة المسالك، منهم صيانة الأغراس الميتة، منهم حاوية النفايات، منهم مجموعة من الأشياء اللي أعطينا الانطلاقة ديالها من أجل تحسين شروط استقبال هذه السكينة المحلية. وبالمناسبة أيضا أشرف والي الجهة على إعطاء الانطلاقة لفعاليات الملتقى الإقليمي للعدوي الريفي بمنطقة أم لبير. التظاهرة الرياضية يشارك خلالها أزيد من 2,000 هاوي وهاوية من مختلف مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي بالداخلة. الملتقى الرياضي سهر على تنظيمه الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بالنيابة الإقليمية لوادي الذهب، ملتقى حظي بتوزيع جوائز تقديرية على المشاركين في مختلف أصناف سباقات العدو الريفي. شاركنا هنا عطاونا 2 دورات كبار بزاف، ولكن حاولنا اننا نكونوا قرابين وصافي زوين هذا الجو. كيفك السباق؟ السباق صعيب بزاف، ولكن حاولنا نكونوا حنا الاولين. كان السباق زوين ولكن طويل بزاف، وبزاف من البنات تخفوا ليها، ولكن واخا ما ربحتش انا تربحت شي بنت كتقرا معايا ما باقيش فيها الحال حيت ربحت مع دراستنا. السباق عجبنا حتى غير لبيه طويل، وبعد مفتخرين ببلادنا وقسمنا ومدرستنا عندنا اللي نربحوا شي حاجه واحد من قسمنا. حنا شاركنا في هذا السباق كاين الربح، ولكن للاسف الشديد ما قدرناش وربحوا الاصدقاء ديالنا، كنت منو لهم التوفيق. تظاهرة سباق العدوي الريفي لم تفوت فرصة إشراك بعض الفرق التنشيطية الشعبية والرياضية. المناسبة حملت بصمة رياضية وثقافية امتزجت فيها عناصر الترفيه والمتعة في الثقافة الحسانية. فرق أخرى استعراضية قدمت عروضا في البريك دانس، والذي استأثر باهتمام المتابعين للتظاهرة بمناسبة الذكرى 58 لعيد الاستقلال المجيد. من الداخل إلى بوجدور، وفي غمرة الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد الاستقلال، قام عامر الإقليم رفقة شخصيات مدنية وعسكرية قام بزيارة لدار الشباب المدينة والتي شهدت إصلاحات مؤخرا. بريغن العروسي محمد شار. ممثل السلطات المحلية والمنتخبون وفعاليات محلية مدنية وعسكرية يتقدمهم عامر الإقليم في تحية العلم صباح اليوم بساحة عمالة الإقليم. بعد ذلك توجه الجميع إلى دار الشباب المدينة قصد الوقوف على الإصلاحات الأخيرة التي عرفتها المنشأة. الإصلاحات تطلبت غلافا ماليا يقدر ب 500,000 درهم، وهمت توسيع قاعة العروض وبناء سور فاصل بين الملاعب الرياضية والمرافق الأخرى، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى. وحنا سعداء باش أنظر الشباب المدينة
انها تحتل المكانه ديالها اللي خاصها تكون كمنبر اشاعي شبابي لفائده الشباب. وحنا بهذه المناسبه كندعو الشباب والجمعيات والانديه الى الانخراط بكثافه في الانشطه اللي كتوفرها من المؤسسه من قاعات ومن تجهيزات، وما على الشباب الا ان ينخرط في العمليه التنمويه الحقيقيه. برامج التنمية بإقليم بوجدور أولت اهتماما كبيرا للبنيات التحتية والمنشآت الرياضية بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية في ظروف ملائمة تمكنهم من إبراز مؤهلاتهم في مختلف الأنواع الرياضية. في نفس السياق دائما، لكن بسمار التي ترأس بها عامر الإقليم صباح اليوم مرفوقا بوفد رسمي ضم شخصيات مدنية وعسكرية ورؤساء المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية وفعاليات عن المجتمع المدني، ترأس برنامج الأنشطة المخلدة لذكرى 58 لعيد الاستقلال المجيد. يوسف زعواطي ومبارك الباس. مراسيم تحية العلم الوطني بساحة العمالة مستهل الأنشطة الرسمية المخلدة للذكرى 58 لعيد الاستقلال المجيد. وبتجزئة تربية بالسكنية اطلع الوفد الرسمي على المعطيات الخاصة بالمشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز لإعادة إسكان قاطني مخيمات الوحدة بكل من تجزئتي ربية بولقويز السكنيتين. عامل الإقليم أشرف بالمناسبة على وضع الحجر الأساس إذانا بانطلاق الأشغال في مشروعي بناء ملحقة إدارية وسكن وظيفي رصد لإنجازهما غلاف مالي فاق المليونين درهم. برمجة شركة العمران للجنوب عدة برامج من بينها بناء مركب اجتماعي اللي هو في طور الانجاز، وبرمجة مشاريع اخرى منها ملحق للبلدية بكل من تجزئة الربيب والقويز، نقطة قراءة بتجزئة الربيب، وملعب رياضي للقرب بكل من تجزئة القويز والربيب، وانشاء طريق لربط تجزئة القويز بالاحياء الاخرى بسمارة. الساكنة بعد 16 حال هما اللي توضعت التجزئة فعلا، اللي توضع الاساس ديال التجزئة ككل، ماشي غير السكن الوظيفي ولا الملحقات. وتيتزيدوا كيستبشروا كيفرحوا كيتزادوا بهجة وسرور ملي كيشوفوا المرافق الاساسية والرسمية مثل الثانوية اللي كتبنا ومثل الملاعب، لأننا ما كانوا هاد المرافق الاجتماعية هما الأولين، لأن هذا هو كيبشر بالخير. فعاليات الاحتفال بالذكرى 58 لعيد الاستقلال المجيد توجت بتنظيم حفل استقبال على شرف المدعوين من سلطات مدنية وعسكرية وممثلي الهيئات المنتخبة وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية إلى جانب مكونات النسيج الجمعوي. بقليميم تمت اليوم تسمية قائد جديد للمقاطعة الأولى للمدينة، المسؤول الجديد حل مكان القائد السابق بنفس المقاطعة الذي تم ترقيته إلى درجة باشا بمدينة المرسى بإقليم العيون. حفل التنصيب تقدمه والي الجهة ومنتخبي الإقليم وعدد من المسؤولين المحليين والأعيان وفعاليات محلية. هذا الرصيد لجلالة الملك محمد السادس. وبالمناسبة كنهنئوا القائد. بالطرفي اختتمت اليوم فعالية معرض الصناعة التقليدية المنظم على هامش احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 58 لعيد الاستقلال. فعالية هذا المعرض حضرها عامل الإقليم والمنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية ورؤساء المصالح الخارجية. محمد المصطفى خية وصالح رقيبي. ساحة بلدية طرفاية صباح اليوم وافتتاح معرض الصناعة التقليدية المنظم على هامش احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 58 لعيد الاستقلال. معرض ياتي في اطار استراتيجية الوزارة الوصية الرامية لتسويق المنتوج المحلي التقليدي وفق ظروف جد ايجابية ترمي لابراز مواهب ابناء هذه المناطق في هذا المجال. هو فضاء للصناع التقليديين وكذلك لساكنة اقليم طرفاية. للصناع التقليديين ان شاء الله غادي يحاولوا يسوقوا المنتوج ديالهم، وكذلك يطالعوا الناس على اخر المستجدات في انتاجهم، وهذه فرصه لساكنه الطرفاية كذلك باش تقوي مكانه القطاع، وخاصه انه مدينه الطرفاية في الاسابيع القادمه غادي تحتفل بافتتاح مجمع الصناعه التقليديه اللي هو معلمه. الغايه عندنا من تنظيم هذا المعرض هو خلق واحد الترويج وإنعاش مبيعات الصناع الفرادة وخلق رواج تجاري واقتصادي بالمدينة والتعريف بالمنتوج وإيجاد فرص
لتسويقه سواء داخل الجهة أو خارج الجهة. هو لبالوارة المنتوج ولتعارف الصناع ولتوضيح تطور الصناعة التقليدية من جديد ومواكبة ملي مع تطور هذه المدينة اللي هي حقيقة تطورت. مشاركة متميزة خلال هذا المعرض للصناعة التقليدية لصناع التقليديين ينتمون لأقاليم الجهة العيون بوجر وطرفايا، وهي مناسبة لتبادل الخبرات في هذا المجال وكذا خلق رواج تجاري يعكس الاهتمام البالغ لأبناء هذه الربوع بالحرف التقليدية. كانت مشاركة الحمد لله فيها جميع المنتجات للصناعة التقليدية وتشجيع الصانع والمنطقة، الحمد لله بحكم المنطقة بأنها فتية وفيها معروضات والحمد لله وجهة سياحية. ارتكزوا فيه على مسألتين، أولا تعريف المنتوج، ثانيا طريقة التسويق المنتوج اللي هو منتوج أصيل، لأن منين نتكلموا عن الصناعة التقليدية نتكلموا عن موروث حقيقي وارثينه ابن عن جد، جايين اليوم وتيها باش نعرفوه للساكنة طرفايا، رغم ان طرفايا الحمد لله كاملين يعرفوه يا غير خالقين الناس الثانيين اللي بغينا نشهروا لهم ذا المنتوج ونعرفوهم به. تحتضن اذا طرفايا على مدى 3 أيام فعاليات معرض الصناعة التقليدية، وهي اخر محطة بعد قليم العيون وبجور. قطاع الصناعة التقليدية بجهة العيون بجور الساقية الحمراء قطاع واعد ومتميز بالنظر لحجم الصناع التقليديين العاملين في القطاع وكذا جودة منتوجاتهم. على هامش الاحتفالات بالذكرى 58 لعيد الاستقلال نظم اليوم بمقر بلدية طرفايا لقاء تواصلي حضره عامل الإقليم والمنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية ورؤساء المصالح الخارجية وعدد هام من فئة المقاومين وأعضاء جيش التحرير. اللقاء ذكر خلاله بالمحطات الهامة التي خاضها الشعب وفي مقدمته جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني. في سياق منفصل وتخليدا لليوم الوطني للصحافة، احتضن فندق البارادور صباح اليوم حفل تكريم بالمناسبة. هذا النشاط نظم بشراكة بين نادي الصحافة بالعيون والنقابة الوطنية للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فرع الأقاليم الجنوبية. السلك رحال محمد مولود ملاخ. احتفاء باليوم الوطني للإعلام، ينظم هذا الحفل التكريمي لفائدة أطر من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عاملون بكل من قناة العيون وإذاعة العيون الجهوية وإعلاميين محليين. مداخلة أشادت بأحد أطر قناة العيون الذي خدم في المجال الإعلامي منذ أزيد من 30 سنة قبل أن يحال على التقاعد خلال الأشهر المقبلة. اللقاء حضره إعلاميون يمثلون منابر إعلامية وصحفية مسموعة ومكتوبة ومرئية. في الحقيقة هذا النشاط هو لقاء الوفاء والامتنان وتكريم عدد من الوجوه التلفزية والأصوات الإذاعية لما قدموه من خدمات جليلة لهذا الميدان، وكانت أيضا محطة لمناقشة مجموعة من الأمور التي تهم الجسم الإعلامي، وهذه هي البداية فقط. في هذا الاحتفال اليوم باليوم الوطني للإعلام وكذا بالتكريم اللي خصوه للإخوان، أنا شاكر لهم بزاف، شاكر لهم جميعا، وجد فخور بكوني كنت واحد من جزء من الجسم الإعلامي منذ السبعينات إلى الآن. اللقاء كان فرصة أيضا لمناقشة واقع الإعلام المحلي بالجهة وسبل تطويره في أفق تنزيلي وضامين توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. نظمت جمعيتي الأدارسة للتنمية والتعاون وجمعية التواصل للتنمية الاجتماعية وذوي الأمراض المزمنة صباح يوم الأحد بساحة المشور بمدينة العيون صبيحة للمشي على الأقدام من أجل محاربة مرض السكري والتعريف بهذا المرض الذي ينخر جسد الملايين بكافة أصقاع العالم. أحمد هبان والحنفي بيب. احتفالا باليوم العالمي لداء السكرية، نظمت جمعيتي الأدارسة للتنمية والتعاون وجمعية التواصل للتنمية الاجتماعية وذوي الأمراض المزمنة صبيحة رياضية بساحة المشوار بالعيون، وذلك للتعريف بمرض السكري والحد من مضاعفات مرض العسرة
من خلال تخصيص ساعة واحدة كل يوم لرياضة المشي. السبيحة عرفت تجاوبا من طرف الحاضرين والذين استفادوا من مجموعة من النصائح تساعدهم على تجنب هذا المرض. بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري قمنا بنشاط جمعوي بين جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية وذوي الأمراض المزمنة بشراكة مع جمعية الأدارسة للتنمية والتعاون، وهذا النشاط قمنا بحملة تحسيسية وتوعوية وفي إطار رياضية. الفكرة سهلة، ما فيها والو، فيها نص ساعة ديال المكانة، نص ساعة ديال المكانة 24 ساعة كتبقى 23.5 ديال السوايع، كيبقى فيها بنادم خامل ناعس قدام الأورديناتور، قدام الإنترنت، قدام التلفازة، في الطاكسي، في الطوموبيل، ولكن باش ياخذ نص ساعة من المكانة ديالو ويدير خير في صحته صعيبة شوية. كان نشاركوا في هذه المسيرة هذه لنصف ساعة من المشي، وذلك لحث المواطنين على المشي يوميا نصف ساعة لحرق السكري. رسالة بسيطة جدا، وهي فائدة المشي لأصحاب الداء السكري كل يوم. وبهذه المناسبة نشكر كل جزيل الشكر لكل من ساهم في هذه المبادرة، وشكرا. بادرة طيبة أقدم عليها المنظمون، والتي من شأنها أن تساهم لا محالة في اندثار هذا المرض. رياضيا دائما وتخليدا لذكرى عيد الاستقلال المجيد، نظمت جمعية النهضة البعمرانية للتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية النسخة الثانية من ملتقاها السنوي في العدو الريفي الخاص بالفئات العمرية من 10 إلى 18 سنة. المنافسات التي ترم إحياء روح المواطنة وخلق مسابقات تنافسية تساهم في صقل ممارسي العدو في فئة الصغار. تظاهرة توجت بتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الفئات. آخر مستجدات الأقاليم الجنوبية من خلال الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء في تقرير لمحمد فاضل أبو الحسن. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية المساء، والتي كتبت عن ازدياد حدة المواجهة الدبلوماسية بين المغرب وجبهة البوليساريو داخل عدد من الدول الأوروبية، كان آخرها العاصمة الإيطالية روما. ففي الوقت الذي كان زعيم البوليساريو يطالب فيه أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي بفرض عقوبات دولية على المغرب، كان الدكتور محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين يتحدث إلى رئيس مجلس الشيوخ المذكور عن أهمية مسلسل الإصلاحات الديمقراطية التي تعرفها المملكة والتحديات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء والجهود التي تقوم بها المملكة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات والهجرة السرية. أما يومية الصباح فتطلعنا في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء بأن محمد أوجار وزير حقوق الإنسان السابق أكد أن المغرب كان يعيش منذ عدة سنوات على خطاب تطميني وإعلام يبيع إلى المغاربة رسالة مفادها أن الأوضاع في الصحراء متحكم فيها ووضعنا الدولي على أحسن ما يرام، لنفاجأ أخيرا بجلالة الملك محمد السادس يقر في خطابه الأخير بأن الوضع في الصحراء صعب وبأن الأمور لم تحسن بعد. وأوضح في مداخلة له خلال ندوة فكرية نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل يوم الاثنين الماضي بالرباط حول موضوع الوحدة الترابية أن الخطاب التطميني ولد تكاسلا حزبيا وجمعويا ومجتمعيا، لنفاجأ في السنوات الأخيرة بأن هذا الخطاب السياسي لا يصمد أمام شراسة الواقع. صحيفة أغورا بريس تطلعنا في آخر مستجداتها الإخبارية بأن صحيفة الفوغيليو الإيطالية واسعة الانتشار كشفت عن وجود صلات قوية بين جبهة البوليساريو والمنظمات الإرهابية من قبيل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين والحركة من أجل الوحدة والجهاد بغرب إفريقيا، مذكرة بأن أكثر من 600 شاب صحراوي بمخيمات تندوف والذين تم تجنيدهم من قبل هذه الجماعات الإرهابية نفذوا عمليات متعددة تتعلق على الخصوص باختطاف الأشخاص وتهريب المخدرات والأسلحة.
انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم حمودي والفراجي باجي عن سن تناهز 90 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلتي ترحسن، كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحوم عزيزة بعية عن سن تناهز 32 سنة. الفقيدة تنتمي إلى قبيلة رقيبات البويهات. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته واسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الآن فنصل الورقة اليومية الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الأجواء ستكون صافية مع مرور بعض السحب بالمنطقة، أما الرياح فستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي. درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 9 درجات بهم مدريقة و 18 درجة بالطرفي. أما درجات الحرارة العليا فتتراوح ما بين 25 درجة بالقويرة و 18 درجة بسيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قليل الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على 7:27، أما الغروب على 5:57. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 37 درجة بنواكشوط، 25 درجة بنواذيبو، 22 درجة بالزويرات، 25 درجة بتندوف، وبالعاصمة الرباط 15 درجة. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت snrtech.com، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأب ستور وجوجل بلاي. كما تلتقونا غدا بإذن الله مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.